طبتم وطابت أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر الأعزاء. لدينا عرض الوحدة الثانية من السنة الثانية في مساق الأدب اللغة ألف مع رواية عو لإبراهيم نصر الله. كيف نصف هذه الوحدة أعزائي الطلاب؟ هذه الوحدة ترتكز على دراسة رواية عو لإبراهيم نصر الله، وأيضاً سوف يتخلل هذه الوحدة دراسة نصوص أخرى كالنصوص الشعرية وكالمقالات الساخرة. تعتمد هذه الوحدة أيضاً على الكتابة التحليلية، وسيتخلل هذه الوحدة تدريباً على المهمة الشفهية والورقة الأولى والورقة الثانية. ما الأهداف التي سنحققها أعزائي خلال هذه الوحدة؟ خلال هذه الوحدة سنستجيب لأعمال أدبية مدروسة وغير مدروسة تظهر القدرة على تفسير النص وتشكيل استنتاج حوله في نصوص شعرية ورواية عو ومقالات ساخرة ونصوص منوعة، وسنربط العمل الأدبي بالسياق العالمي ومجال الاستكشاف. وسنقوم أيضاً أعزائي بتحليل رواية عو. أعزائي، رواية عو للكاتب إبراهيم نصر الله، الكاتب الفلسطيني صاحب الملحات الفلسطينية والملحمة الفلسطينية التي يكتب رواياتها وأعمالها بشكل متتال. عرف هذا الكاتب بأسلوبه القصصي المتميز، واستهوت كتاباته العديد من القراء. هو كاتب من أصل فلسطيني وهو كاتب معاصر. روايته هذه تبنى على المزاوجة بين صورتين، صورة كلب ضال يروض ليحرس بيت الجنرال خلال بنائه، وصورة صحفي بسيط عادي يتطور بفضل خدمته للجنرال ليصبح رئيسا للتحرير في صحيفة يومية. ويكتشف الجنرال خطورة كتابات أحمد التي كانت الدافع لعملية مقاومة ناجحة يقوم بها شاب اسمه سعد مع عدد من الرفاق، تهدد أمن الجنرال، وخوفا على أمنه تبدأ عملية ترويض أحمد. في هذه الرواية نجد العديد من الأساليب الفنية المتميزة، أولها من عنوانها، وستجد فيها الكثير من المفارقات، وستجد فيها امتزاجاً متلائماً ومتلاحماً بين الواقع والخيال، ليقدم لنا إبراهيم نصر الله هذه الرواية التي تدور حول قضية السلطة وتبعاتها. لذا عزيزي الطالب، ستكون هذه الرواية إحدى خيارات الدراسة والمقارنة في المهمة الشفهية بين هذه الرواية وبين مسرحية أنتيغونة. في روايتنا أعزائي رواية عو، الجنرال لا ينسى كلابه. حسب ما ورد عن الناقد والباحث حبيب بولس في قراءته التحليلية لهذه الرواية، يحدث الصراع داخل شخصية أحمد الصافي بينه وبين ضميره والحاضر والماضي. فمن جهة يشعر أحمد بعجزه أمام سلطة الجنرال وأساليبه الذكية، كما يشعر بانقطاعه عن قرائه وعما كانوا يتوقعونه منه، لكن من جهة أخرى يشعر أنه بحاجة لما يقدمه له الجنرال من منصب ومال وبيت وسيارة وحياة هادئة آمنة. وهنا تكمن وتتشكل عقدة هذه الرواية. كيف ترتبط هذه الوحدة بالواقع أعزائي؟ تدرس هذه الوحدة موضوعات اجتماعية وسياسية ترتبط بالواقع بشكل مباشر تماما. كما سنختار عدة مقالات ساخرة تهدف إلى النقد الاجتماعي، وبالتالي فهي ترتبط بمجتمعنا وبواقعنا. وكذلك سندرس قصصا منوعة، وندرس أيضا نصوصا شعرية ترتبط بالواقع. فالأدب مرآة الواقع، والأدب مرآة الشعوب. أنشطة هذه الوحدة أعزائي أنشطة منوعة، منها
مهارات البحث التي سنقوم بها خلال الحصص عند بحثنا عن الكاتب وبحثنا حول النصوص وبحثنا أيضاً في مجالات الاستكشاف المتباينة. سنقوم أعزائي أيضاً بزيارة المكتبة لنقرأ في سطور رواية إبراهيم نصر الله ونقرأ أيضاً في بعض الكتب الأدبية. كما سوف نكتب أعزائي كتابات تحليلية لهذه الرواية سواء بمقتطفات منها وأجزاء منها أو بشكلها المتكامل كتدريب للورقة الأولى، كما نستطيع موازنتها مع غيرها من الأعمال الأدبية التي درسناها، وبالتالي يكون هذا تدريبا على الورقة الثانية. كما سيكون لدينا أعزائي كتابات تحليلية أخرى لنصوص منوعة. أما أعزائي عن ربط هذه الوحدة برسالة المدرسة ورؤيتها، فنقول من باب البيئة المليئة بالتحديات، فهذه الوحدة تشتمل على مهمات تحليلية لنصوص مدروسة وأخرى غير مدروسة، وهذا يضمن تعرضكم إلى مجموعة من التحديات تؤهلكم لاجتياز التقييمات الخارجية والداخلية بنجاح بإذن الله، ومن هنا تتعزز سمة مفكر ومتأمل. أما عن التفكير العالمي، فهذه الوحدة تستكشف قضايا إنسانية، إضافة إلى استكشاف الكتاب والنصوص والقراء، ضمن قضايا ومفاهيم ومبادئ يتشاركها العالم الإنساني لتتعزز سمة الانفتاح والتوازن. كما تندرج هذه الوحدة في تعلم مستمر مدى الحياة، إذ تناقش الوحدة قضايا إنسانية حول السلطة والقضايا الاجتماعية العامة التي تطرحها النصوص المدروسة الأخرى مثل القصائد الشعرية والمقالات الساخرة، وكلها سوف تكون زبدة تفيد الطالب مدى حياته، مما يعزز سمة متوازن وسمة متأمل. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، أشكر لكم حسن تواصلكم واستماعكم، وأرجو لكم التوفيق في حياتكم.